بميناء يوكوهاما الواقع جنوب طوكيو توقفت رحلة هذه السفينة السياحية، لكن رحلة ركابها مع فيروس كورونا لازالت مستمرة. السلطات اليابانية منعت جميع الركاب من مغادرة السفينة لمدة تصل إلى أسبوعين بعدما تبين إصابة راكب من هونغ كونغ بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوي، كان أبحر على نفس السفينة شهر يناير المنصرم من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد. وزارة الصحة اليابانية أفادت بأن السلطات المعنية ستنقل الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض المرض وجميع ركاب السفينة إلى المنشآت الطبية في طوكيو ومقاطعات أخرى وسط البلاد. نتائج الفحص التي خضع لها 171 شخصا كشفت عن إصابة 41 شخصا آخرين بالفيروس، سننقلهم لتلقي العلاج في عدة مدن ومقاطعات، بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 61 شخصا من بين 273 شملهم الفحص. وفي هونغ كونغ قامت السلطات بوضع سفينة سياحية أخرى على متنها 3600 شخص تحت الحجر الصحي بعدما تبين إصابة عدة ركاب بالفيروس، حيث أكدت السلطات أن 33 من أفراد طاقم السفينة ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس وتم نقلهم إلى المستشفى من أجل أخذ عينات. يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس في البر الصيني وتزايد المؤشرات بانتقال العدوى بين البشر خارج البلاد، الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان عن تنظيم منتدى بحثي دولي لتسريع البحث والابتكار فيما يتعلق بإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد.